السلام عليكم ورحمة الله. عندنا اليوم الدي سي باور سبلاي، هذا بيخرج باور دي سي، طبعا بياخذ من اي سي، هاي شايفين الاي سي، بياخذ من الاي سي 220. لو بدي انا من هون، طبعا اذا انت مثلا بدولة هاي 220، اذا 110 لازم اخذها لهون، تمام، واحطها على 110، باخذ من باور سبلاي 110. الناس المتطورين بدناش نحكي على الاوبشنات بعدين، ممكن يشتغل على ار اس 232 يعمل كوميونيكيشن منه، في عليه فان بتبرد عليه هون، تمام. هاي لو شايفين هون مكوناته الرئيسية، هو عبارة عن شاشة صغيرة، في الفولتج من هون بقدر انا اتحكم بالفولتج. طبعا هذا الجهاز بيعطي من 0 ل 60 فولتية، لو اطلع فيه انا اطلع بقدر اطلع فيه ل 62 فولت، تمام. والامبيرية اذا بدي اروح على الامبير، اللي متبعها 8 امبير، تمام. طبعا هون الفولتية انا رايح على الماكسيموم. الباور تبعه 181، يعني انا مشان هيك انا مش ما كنتش قادر ارفع الامبيرية، تفرج مش قادر ارفع الامبيرية، لازم انقص بالفولتية. اذا بدي بنقص بالفولتية عفوا بالطريقة هاي 30 فولت، بعدين بروح على الامبير بقدر يعني شوف، حتى هون لازم تكون مثلا 20، يعني الماكسيموم باور تبعه 180، ما بقدرش اخرج فوق ال 180 وات. خليني بس انزل بالفولتية شوية، خليني انزل بالفولتية شوي، مثلا خليها يعني اكثر الناس بيشتغلوا ترى على 12 فولت مثلا. بقدر اروح على الامبيرية، ازود الامبيرية 8، اكثر شيء 8، شوف اكثر شيء 8 الفولت اللي الوات هون بقدر ازود عليه، يعني لو رحت هون بقدر اظل ازود لين ما اصل 180 وات. اذا يعني هي كومباينيشن، من هون الفولتية من هون الامبيرية، بعمل اسكيب. الكويس بالموضوع كمان شوف، اذا انا بدي اثبت الفولتية مثلا هون، نفرض اثبت الفولتية على 12، تمام، بقدر اكبس عليه واقول هيك ميموري سيفد، خلاص انا لو رحت يوم من الايام هيك وبدي اشتغل على القيم اللي انا كنت شغال عليها، ما علي غير اكبس على هاي، طلع فورا باخذني على القيمه اللي انا سيتنج عليها. خليني اراويكم كيف بقيس. هذا مالتي ميتر، هذا مالتي ميتر، تمام، مالتي ميتر بقيس فولتي وبقيس امبيري وبقيس هذا. بشتغل من هون، هاي بقيس قاعد انا الاسود على الاسود، الماينس دي سي والبلس على البلس اللي طالع منه، هذا طالع منه، هتطلعوا طالع منه هذا الدي سي، هذا البوزيتيف هذا الماينس، يشوف قاس لي 11.9. لو اني ازود انا طلع ببلش يزود، هاي 13، ها زودت تون مثلا 18 شيء وصار 19 هون 18.98، كثير اكيوريت وكثير دقيق هالباور سبلاي، باور سبلاي جدا ممتاز. هذا زر التشغيل مالته، والله يعطيكم الف عافيه.